it. Okay, why do you think she's more qualified? Because she has 30 years of experience. 30 years of experience in politics? Yes. Yes. All right. And also she have 8 years of experience in White House. Yes, she does. So good luck with your next president. Thank you very much. Who are you going to vote for? The candidate that best supports my views. So I can't in good conscience vote for somebody who is in the mindset of slaughtering young babies. So I'll leave it at that. And who is that guy? Oh, Donald Trump. رجعنا لحضراتكم مرة تانية من قلب نيويورك من استوديوهاتنا في التغطية المستمرة للانتخابات الأمريكية على صدى البلد. واسمحوا لي أجدد الترحيب بضيفتي العزيزة الأستاذة منى عريبة، نائب رئيس واحدة من أكبر شركات إدارة الأموال الأمريكية وأول سيدة عربية ومصرية تعمل في وول ستريت. أهلا بحضرتك أستاذة منى. أستاذة منى كمواطنة أمريكية مصرية الأصل هنا وخبيرة اقتصادية، الاقتصاد بيتحكم قد ايه، بيحرك قد ايه الانتخابات الأمريكية واتجاهات الناخبين للتصويت؟ طبعا الاقتصاد له تأثير قوي على الانتخابات، لان طبعا الناس لما يحسوا ان هم في كساد اقتصادي وما عندهمش فلوس وما بيشتغلوش بيبقى عندهم غضب شديد. يعني ايام كلينتون لما كان له مقولة مشهورة It's the economy stupid، الاقتصاد يا غبي. أهم حاجة هي الاقتصاد، لأن الناس طبعا لما يكونوا في أزمة اقتصادية هيطلعوا يعني غزهم في رئيس الدولة. كلينتون الزوج مش بيل كلينتون طبعا. كان له كلمة مشهورة الاقتصادي غبي، يعني ما تكلمنيش على حاجة تانية، ركز على الاقتصاد وانت تنجح في الانتخابات. فدي موضوع مهم. فالاقتصاد دلوقتي مش وحش ومش عظيم، لكن ماشي. طيب وفقا للسيناريو اللي احنا شايفينه خلال هذه احنا فعليا الناس بتشوف ان دي اغرب انتخابات في التاريخ، حتى الامريكان شايفين كده. الامريكي، ما انا بتحدث بشكل رئيسي عن الامريكان. حضرتك شايفاها ازاي؟ لا انا شايفاها طبعا انها انتخابات، شايفاها ان طبعا الحزب الجمهوري عمل يعني حزب غلط، لان كان في 16 واحد اظن مرشحين نفسهم في الحزب الجمهوري. فالحزب الجمهوري ما توقعش ان ترامب يتغلب على 16 دول، بالذات ان كان واحد منهم جيب بوش. يعني الحزب الجمهوري راهن على ان ترامب مش هيهزم الناس دول. فالنتيجه ان هو فطبعا فوجئوا، لان ترامب تاريخيا ما كانش جمهوري، ترامب تاريخيا كان مع الحزب الديمقراطي وغير كذا مره، يعني حتى ما افكاره كل افكاره ما هياش حزب جمهوري خالص. فطبعا دي كانت المشكله الاولانيه، ان هم ما كان في يعني صدمة. متوقعين اصلا ان هو يعني. غالبا كانوا متوقعين ان جيب بوش هو اللي يكسب، وكانوا بيراهنوا عليه، لان عشان كده ادوا له فلوس كتيره جدا، وما تخيلوش ان ترامب يقدر يهزم جيب بوش. كل التانيين بقى كان فيهم عيوب. يعني جيب بوش، هل اولا حضرتك الاقتصاديا العيلة بوش دي تاريخها الاقتصادي مع الرئاسة الامريكية تاريخ سيء طبعا، بس يعني ممكن لا الاب كان تاريخه كويس، معقول يعني الاب كان راجل عاقل، يعني كان راجل عاقل، بس هو كان حواليه مستشارين معه، اخذ 4 سنين ما كملش لان حصل له مشاكل، ما كانش يعني. وكان بيل كلينتون اقوى منه قوي من ناحيه الكاريزما والذكاء والمحاوره وكل الحاجات دي، فطبعا قدر يهزمه، لكن هو كان معقول يعني ما كانش سيء. لكن جورج دبليو طبعا يعني في عهده حصلت الأزمة الكبيرة، يعني هو النتيجة الانهيار الكامل. ودي طبعا يعني طبعا أنا ميالة لهيلاري كلينتون، فبقول إن هي نتيجة قرارات الاقتصادية اللي ما كانتش صائبة، إن هي خلت الرأس المال يتوحش بطريقة بشكل إن هو أذى نفسه، يعني زي ما يكون أنت سبت وحش يكبر خالص بشكل إن هو موت نفسه في الآخر. فهما سابوا وولست، يعني كان عندهم مبدأ ان ما تتدخلش في البنوك، ما تتدخلش في الاقتصاد، وما تعملش ريجيليشن، ويسيبهم يعملوا زي ما بيعجبهم، والسوق هيصلح نفسه. لكن للأسف يعني
النظرية دي خاطئة، أثبتت خطأ. السوق ما صلحش نفسه، السوق انهار بالكامل. يعني حضرتك ما فيش حاجة اسمها اقتصاد حر بالمعنى المطلق؟ لا، لأن طبعا ما تقدرش تبقى في حاجة اسمها هو في اقتصاد حر، سوق حر، لكن لازم يبقى في قواعد. يعني ما تقدرش تقول أنا هعمل حاجات مالية، واحد ما قدرش يشتري بيت هسلفه عشان أنا هكسب لما سلفه، وبعد كده هبيع السندات دي في السوق، فأنا ما مش هحصل لي مشكلة لو حتى الشخص ده فلس وما قدرش يدفع الفلوس بتاعة العقار بتاعته، أنا محمي لأن أنا بعتها لحد تاني. فإن أنت تسيب السوق يعني يأكل بعضه مش حاجة كويسة دي، يعني بالذات لما تدخل بنوك في الموضوع. حضرتك بتتكلمي عن أزمة الرهن العقاري اللي هي تسببت في الأزمة جزء من الأزمة. هو يعني النتيجة إن وول ستريت عموما والبنوك ابتدت تعمل برودكتس، يعني منتجات ملهاش علاقة بالواقع ويبيعوها يضربوا بقى فيه. فالنتيجة إن أنت خلقوا حاجة وهمية وبدأوا يضربوا فيها واستعملوا فلوس البنوك، سلفوها للحاجات الوهمية دي اللي قعدوا يضربوا فيها فانهارت. يعني الاقتصاد كله انهار، الاقتصاد العالمي كله انهار. طيب حضرتك بتشوفي ان يعني في ظل المشهد الانتخابي بيقول ان الامور رايحة في اتجاه لغاية دلوقتي اتصور كل استطلاعات الرأي وهيلاري متفوقة بحوالي 4 نقاط الى الان. هل دوت من شأنه ان هو يدي دفعة للاقتصاد خلال الفترة القادمة؟ لو هي مسكت الحكم، هي ست يعني بتدرس الامور بجدية قوي وهي كفأة، وهتجيب ناس اكفاء حواليها. فلو وبعدين ما هياش بتعمل حاجات مفاجئة.